بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة 30 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله معالي الشيخ. نواصل القراءة في باب الأذان. إذ قال الإمام محمد رحمه الله: وعن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن المؤذن لا يؤذن حتى يدخل الوقت إلا في الفجر، فإنه يقدم الأذان لأجل أن يستيقظ الناس ويتهيأوا إذا كان معه من يؤذن على دخول الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني فقط الصيام، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فله مؤذنان صلى الله عليه وسلم. فالفجر يجوز أن يقدم قبل دخول الوقت ليتهيأ الناس، وأما غير الفجر فلا يؤذن حتى يدخل الوقت. وكان بلال رضي الله عنه يرقب الوقت فيؤذن إذا دخل، وهذا من حق المؤذن، أنه المسؤولية الأذان تكون متعلقة به، لا أحد يدخل عليه وينازعه في ذلك. وأما الإقامة فهي من حق الإمام، فهو الذي يتولى أو هو الذي يأذن بإقامة الصلاة، لأن هذا من حق الإمام، ولا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ويراه، كما كان بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مقبلا ليصلي بالناس. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. نعم، هذا فيه أنه في الفجر يجوز تقديم الأذان قبل طلوع الفجر لأجل هذه الأغراض، أن يوقظ النائم وأن يرجع التالي، يعني الذي يصلي الليل ينهي صلاة الليل ويوقظ النائم، وكذلك ينبه على دخول الوقت للصائم ليتسحر، وهكذا. نعم. ولمسلم عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترض. لزوم الصيام، الإمساك عن الأكل والشرب للصيام، إنما يكون بأحد أمرين: إما برؤية طلوع الفجر، إما برؤية طلوع الفجر لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض النهار من ظلام الليل إذا رأيتم ذلك، أو إذا لم يره فإنه يعتمد على أذان المؤذن، إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر.
أما إذا كان المؤذن يقدم لأجل أن يرجع التالي ومن أجل أن يستيقظ النائم ومن أجل أن يتسحر الصائم فيقدم أذان الفجر لأحد هذه الأغراض، لكن الأولى أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم. ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. نعم، كان يؤذن على مرتفع، ليس بين المؤذن الأول والمؤذن الثاني إلا أن ينزل المؤذن الأول بعد أذانه ويرقى المؤذن الثاني ليؤذن على الصبح. نعم، يعني إذا كان بينهما فاصل زمني ولو يسير لا بأس. نعم. عن زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول أقيم أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت. نعم، هذا فيه مسائل، هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يكون هناك مؤذنان، مؤذن أول الوقت ومؤذن عند دخول، مؤذن قبل الوقت ومؤذن عند دخول الوقت إذا احتيج إلى هذا، كن هناك مؤذنا لا بأس بذلك، وإن تولاهما مؤذن واحد فلا بأس أيضا، تولى الأذان الأول والأذان الثاني واحد لا بأس بذلك. وفيه أن من أذن فهو يقيم، لأن أخا صدى أذن فجاء بلال ليقيم فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم، هذا من باب الأولى والأفضل، فالأولى والأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. نعم. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألق على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم، فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال. نعم، فيه هذا، فيه أنه لا يشترط أن يتولى الإقامة من يتولى الإمامة، فيجوز أن يقيم شخص وأن يأم الناس شخص آخر. وكذلك إذا عرض أنه أذن غير المؤذن المعتمد في بعض الأوقات فإن من أذن فهو يقيم، وأن المؤذن المعتمد لا يقيم الذي لم يؤذن، لأن من أذن فهو يقيم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو عبيدة بإسناده عن عمر أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم. نعم، في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وصار في ولاية المسلمين والحمد لله، عين عمر رضي الله عنه المؤذن لبيت المقدس فقال إذا أذنت فترسل، إذا أذنت فترسل، يعني في ألفاظ الأذان، وأما إذا أقمت فاحذم، يعني واصل الكلمات، وفي رواية الأخرى فاحذر، يعني لا تترسل فيها وإنما تتابعها. نعم. قال أبو الشعثاء كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن
قام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن يريد أن يتوضأ ويرجع، أو يريد قضاء حاجة سريعة ثم يرجع، فلا بأس بذلك. إذا كان خروجه لعذر ثم يرجع لا بأس بذلك، أما من يخرج بعد الأذان ولا يصلي في هذا المسجد فهذا منهي عنه. نعم. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال: أخرجتني البدعة. نعم، التثويب في أذان الظهر، تثويب إنما هو في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، أما في غير أذان الفجر فإن هذا بدعة. ففيه دليل على أنه لا يصلى في المسجد الذي تقام فيه البدع. نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء. هذا فيه دليل على أنه يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان لمن له غرض صحيح يقضيه ويرجع كالوضوء ونحوه. نعم. وفي المسند عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. هذا فيه دليل على تقديم الأذان قبل الإقامة بوقت، من أجل أن الناس يقضون حوائجهم السريعة ويتوضؤون ويأتون إلى الصلاة بطمأنينة. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه، وفيه قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل الفضاء لقضاء حاجته. نعم، فيه دليل على ما دل عليه الأحاديث السابقة من أن يجعل بين الأذان والإقامة فاصل زمني، من أجل أن الناس، لأن الناس قد يكون لهم حوائج يسيرة كالوضوء ونحوه يقضونها ثم يقبلون على صلاتهم، فيجعل لهم فرصة ليتمكنوا من ذلك. نعم. قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب. قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. وهذا فيه دليل على فضيلة صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، قبل صلاة المغرب، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أذن المؤذن للمغرب يبتدرون السواري، يعني ليتخذوها سترة يصلون إليها، فهذا فيه دليل على فضيلة صلاة ركعتين نافلة بعد صلاة المغرب وقبل الإقامة. نعم. شكر الله لكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي تفضل فيه في الشرح والبيان معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.